السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رجعنا تاني لمدعكة السيرة ومهولة السيرة وكورس السيرة. هنبدأ المرة دي في الموبيلايزيشن والمانيبوليشن، تمام؟ محاضرة خفيفة إن شاء الله وسهلة، وهناخد فيها شوية تكنيكات إزاي نعمل موبيلايزيشن لجوينت، إزاي نعمل مانيبوليشن، إزاي نعالج جوينت في مثلا ديكريس رينج أوف موشن. كله ده هيبقى في التكنيكات، تمام؟ ان شاء الله محاضرة كويسة. طيب هنبدأ بيها. اول حاجة عايزين نعرفها من احنا نتكلم عن الجوينتس، تمام، وزينا من مانيبوليشن وموبيليشن، فلازم نعرف حاجة اسمها اندي فيل. الاندي فيل دي هي، طيب الاندي فيل ديت النهاية بتاعت الرينج اوف موشن. الرينج اوف موشن بينتهي بايه؟ لما تيجي مثلا تعمل تحرك حركة وتعرف انت اخر حركة دي بتعرفها ازاي، بتعرف اخر رينج اوف موشن ده ايه، تمام؟ هي دي الاند فيل. طيب في عندي حاجة اسمها نورمال اند فيل واب نورمال اند فيل. النورمال اند فيل دي ثلاث حاجات او ثلاث فروع او ثلاثة كلاسيفيكيشن، تمام؟ اما الاب نورمال اند فيل ديت 6 كلاسيفيكيشن او 6 تصنيفات، تمام؟ طيب هنبدا اول حاجة بالنورمال اند فيل، تمام؟ النورمال اند فيل دي تعرفها ايه؟ تعرفها ان انت ايه، الجوينت هاز فور رينج اوف موشن، تمام، و رينج او اخر رينج، تمام، ان انت عرفت خلاص وصلت للفول، ده بيبقى ستوبد باي اناتومي اوف ذا جوينت، تمام. يعني الفور رينج اوف موشن بينتهي بحاجه او بيتوقف بحاجه اناتوميكال، حاجه طبيعيه، فبالتالي انا بسميها نورمال اند فيل، تمام. طيب زي ما قلنا ثلاثه كلاسيفيكيشن. اول حاجه بوني اند فيل، يعني هتلاقي ان نهايه الفور رينج اوف موشن ده بيبقى بسبب بون او عظمه او بون تو بون، اللي هي زي مثلا في مثال عندنا اللي هو الايربو اكستنشن، تمام. طيب نهايه الرينج اوف موشن اوف الايربو اكستنشن او الاند فيل بتاع الايربو اكستنشن ده بلاقيه ايه، بون تو بون. بون تو بون ده ازاي؟ يعني ايه؟ يعني لما بيجي يخبط الكرونو بروسيس مع الكرونو فوسا. الكرونو بروسيس ده بتاع الالنا، والكرونو فوسا دي بتاعت مين؟ بتاعت الهيومرس، تمام. فبالتالي هنا توقف عندك اللي هو الرينج اوف موشن او وصل لاخره. طيب في عندي حاجة تانية اللي هي السوفت تيشو ابروكسيميشن. طيب قال لك ان برضو عندي ممكن الاند فيل يبقى سوفت تيشو، تمام، زي في حالة الالبو فليكشن. الالبو فليكشن بتتعمل الالبو فليكشن، الرينج اوف موشن بيوقف معاك لما خلاص انت الفور ارم تلامس البايسبس، انت كده خلاص اخر الرينج اوف موشن بتاع الالبو فليكشن، تمام. طيب التيشو استرتش، التيشو استرتش ديت في منها كذا حاجة هتوضح في الجدول اللي بعد ديت، تمام، اللي هو هنا. شايف الجدول ده؟ ما تتخضش منه، ده اصلا جدول للكلام اللي لسه قايلينه من شويه. يعني زي بس زي ما قلنا الاند فيل من شويه سوفت اللي هي جام سوفت تيشو، وفيرم، فيرم اللي هي بتاعت استرتش، تمام، اللي هو النوع التالت اللي قلت لكم عليه التيشو استرتش ده اللي هو ايه، هيبان اكتر في الجدول ده، ان هو متقسم تلات حاجات هنا. والهارد اللي هو ايه، اللي هو الاند فيل اللي هو بوني تو بوني، تمام. طيب السوفت زي ما قلنا سوفت تيشو ابروكسيميشن زي ما قلنا متوضحه، مثلا هنا جاب هو مثال ان في الني فليكشن وبرضه الالبو فليكشن، تمام. في الني فليكشن اخرك في الني فليكشن ده بتوقف امتى او بتعرف ان انت وصلت لاخر رينج اوف موشن في الني فليكشن؟ لما خلاص الكلف مصل تلمس ايه، او يعني انت خلاص الكلف مصل لمست الهامسترنج، تمام، يعني زي ما بيقولوا هو البوستيريور اوف الليج لمس البوستيريور اوف الصاي، تمام. طيب الفيرم، الفيرم ده اللي هو زي ما قلنا ايه، الاسترتش اللي هو الاند فيل استرتش او التيشو استرتش، زي الماسكولا استرتش او الكابسولا استرتش او الليجامنت استرتش، تمام. لما يحصل استرتش في مصل، تمام، المصل تبقى مشدوده، فانت كده عرفت ان انت وصلت لايه، للاقصى رينج اوف موشن بتاعك. يعني مثلا في حاله الهيب بتعمل هيب فريكشن وزني استريت، يعني اني حصل فيها اكستنشن وانت عاوز تعمل ايه، هي فريكشن، يعني انت فارد رجلك بمعنى اصح وعاوز تعمل فريكشن. طيب امتى ينتهي او امتى توصل للفور رينج اوف موشن او امتى يحصل الاند فيل؟ لما يحصل استرتش او تنشن الهامسترنج، لما تيجي مثلا انت تروح تفرد الني بتاعتك وتيجي تعمل هيب فريكشن، امتى هتوقف او امتى تحس ان انت وصلت للاند فيل؟ لما يحصل استرتشنج للهامسترنج، تمام، والهامسترنج دي مصر، فبالتالي بنسميها ايه، ماسكولار استرتش، تمام. طيب كبسولار استرتش يعني حصل نفس الكلام، يعني حصل ايه، استرتش لكبسول في الجوينت، تمام. يعني مثلا زي ما بقول لك اكستنشن اوف الميتوكاربوفالانجيال جوينت اوف الفينجرز بينتهي بايه، او الاند فيل بتاعته ايه، ان انت بيحصل تنشن في الانتيريور كبسول، تمام. الليجامنت استرتش نفس الكلام، بتعمل رينج اوف موشن وبينتهي بايه، بيتي بستريتش اوف ليجامنت، ده اللي ايه بيديلك الاند فيل بتاعته.
اما الهارد اللي احنا كنا موضحينه من شويه زي البون تو بون زي في حاله الايربو اكستنشن زي ما هو جيبه زي ما قلنا الكرونو بروسيس مع الاوريكرينو فوسا بتاعت الهيومرس. تمام. طيب بعد كده دخلنا على السكس كلاسيفيكيشن اوف الابنورمال اندفيل. طيب الابنورمال اندفيل زي ما قلنا ست حاجات اللي هي ايه بوني تو بوني تمام والماسل سبازم والام بي تي والسبرينج والليثري والبوجي او السوفت اندفيل. طيب البوني تو بوني دي ايه؟ معناها ان انت الاند فيل بتاعتك ابنورمال ما كملتش رينج اوف موشن الطبيعي نتيجه ان حاجه تبع البون. تمام. يعني حصل مثلا زي ما بنقول هنا لو قرينا شويه قال لك ان هو ريستراكشن اوكر بيفور النورمال اند رينج، يعني حاجه اوقفت الرينج اوف موشن قبل ما يجيب اخره. تمام. يعني اذا مثلا استو فايتس او في عندك حاجه جون ديزيز مثلا ممكن الجوينت نفسه يطلع فيه بروزات عظميه كده فاهمني، فبالتالي دي بتعمل ديستركشن للرينج اوف موشن او قبل ما يوصل للاند اوف رينج اوف موشن. تمام. او ممكن برضو المليونيون اوف الجوينت ده اللي بيحصل نتيجه فراكشر، لما بيحصل عندك فراكشر قريب من الجوينت فبالتالي هتلاقي ايه الجوينت انستيبل فمش هتقدر او يحصل فيه المليونيون ده وايه مش هتقدر تجيب الاند اوف رينج. تمام. طيب المصر سبازم اند فيل، مصر سبازم اند فيل يعني معناها انت بتعمل رينج اوف موشن مش قادر تجيب النورمال اند رينج اوف موشن. تمام. بسبب ان انت في عضله حصل فيها سبازم، حصل فيها تنشن، حصل فيها زي ما نقول شد عضلي. تمام. يعني مثلا انا جيت اعمل ايه البو اكستنشن فما قدرتش اجيب الفول رينج اوف موشن بتاع الالبو اكستنشن بيكوز حصل لي مصر سبازم في البايسبس. فاهمني؟ يعني اللي عاق ان انت توصل للاند اوف رينج اوف موشن ان حصل عندك سبازم اوف ماسل معينه. تمام. طيب الامبيتي اند فيلد، الامبيتي اند فيلد دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش فيزيكال او اي حاجه ملموسه كده عملت ريستراكشن للموفمنت. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في حاجه جوه الجوينت نفسه هي اللي سببت، يعني مثلا زي جوينت انفلاميشن، التهاب في الجوينت، اكيوت بروسترايتس. تمام. في عندي بقى ان السبرينجي بلوك اند فيل، سبرينجي بلوك اند فيل ديت معناها ايه؟ ان انا حاجه بداخل الجوينت او انترنال ديرجريتمنت بداخل الجوينت سببت لي ايه ان انا ما اقدرش اوصل للاند فيل. زي مثلا عندك لوز كارتليج. تمام. الكارتليج مش كويس، لوز يعني كده زي مرخي خالص. تمام. منسكوس تيشو وزن الجوينتس ديت، منسكوس في حاجه زي ما بيحصل عندنا المنسكوس دي اللي موجوده في الني جوينت ممكن يحصل فيها ديجريشن او تتدمر او يحصل فيها ايه دامج، فبالتالي انت مش هتقدر او هيحصل في بين اصلا ان انت تكمل رينج اوف موشن. تمام. اللي بعد كده عندي اللي هي ليثري اند فيل او الكبسوله ستريتش اند فيل. تمام. طيب الكبسوله ستريتش اند فيل ديت لو فاكرين دي حاجه كانت من التيشو ستريتش اند فيل بس دي كانت تبع النورمال. تمام. طيب هي موجوده هنا برضو كحاله اب نورمال. تمام. حاله اب نورمال امتى؟ لما يبقى الكبسول هارد. تمام. او الكبسول مش بنفس الفلكسبيليتي بتاعته ان هو يسمح انك تجيب رينج اوف موشن كامل، فبالتالي لو الكبسول في خض او في خض معين فبالتالي رينج اوف موشن از ريدوسد بيقل. تمام. طيب في بعدين عندي البوجي اور السوفت اند فيل. طيب ده بيحصل امتى؟ لما بيحصل لي إديمة او زي الإديمة ديت زي انتفاخ في الجوينت. تمام. او متورم. تمام. فبالتالي بيقلل لي رينج اوف موشن او اكيوت انفلاميشن نفس الكلام. تمام. وممكن برضو لو حصل سيفير سبرين او ليجامنت انجري، لو حصل ليجامنت انجري زي الاي سي ال انجري لو يعني اس ال انجري هو انقضاء في الرباط الصليبي الامامي مثلا في الركبه، فده بيقلل الرينج اوف موشن بتاعت الحركات بتاعت الركبه. تمام. برضو هنا ده الجدول ده بيعبر عن نفس الكلام اللي لسه كنا من قايلينه من شويه، الابنورمال اند فيل في الام بي تي وفي الفيرم وفي الهارد وفي السوفت. تمام. الام بي تي اللي هو زي الجوينت انفلاميشن، زي الابسس، زي الفراكشر حصل عنده كسر، و في سوجينيك ديزوردرز. الفيرم ده اللي زي برضو ايه المسل انكريز المسل تول زي اللي هو المسل سبازم، الليجامنتوم شورتن زي نقص في الطول او زي ما قولي تقلص في الليجامنت، الليجامنت مش ريلاكسيتي زي عادته. تمام. ولو في حاجه في الكبسولر او الماسكولار سبازم زي ما قلنا. الهارد زي ما مثلا حصل عندك اوستو ارثرايتس، مثلا فراكشر، لوز بودي، يعني هتقرا قرايه سريعه كده. ده السوفت زي ايه الايديما والسينوفايتس اللي هو التهاب في المفصل. تمام.
في هنا عندك ترمينولوجي، بعض الحاجات اللي لازم تعرف معناها كمصطلحات طبية. يعني مثلا ايه الفسيولوجيكال موفمنت؟ دي الموفمنت اللي انت دون فولنتري، الحاجة اللي بتعملها بإرادتك، زي الحركات اللي احنا عارفينها فليكشن اكستنشن، زي الاوستوكينيماتيك. هو اختصره وقال لك اوستوكينيماتيك. الاوستوكينيماتيك دي اللي هي الموشن اوف البون. فالاوستوكينيماتيك او الموشن اوف البون تعتبر فسيولوجيكال موفمنت، تمام؟ طيب الاكسسوري موفمنت، الاكسسوري موفمنت اللي احنا عارفينها اللي هي زي ما اقول ايه، اللي هي الرول والسلايد والجلايد والحاجات دي، تمام؟ ديت موفمنت بتحصل بداخل الجوينت، احنا مش بنشوفها، هي بتحصل جوه داخل الجوينت. بتبقى الجوينت ده محاط بتيشو اكسسوري فور الاكسسوري موفمنت ديت حركات مهمة او موفمنت مهمة عشان اقدر اوصل للنورمال رينج اوف موشن او الفور رينج اوف موشن. يعني مثلا اديك مثال بسرعة، في عندك كده ايه اللي هنعتبر ان دي سكابيولا وديت جرينويد كافيتي، تمام؟ وادي ايه الهيد فو هيومرس وادي الهيومرس. هنعتبر ان انت عملت ابدكشن يا صاحبي، فانت بتسحب دراعك لفوق، تمام؟ طب حصل رولينج، حصل رولينج ايه؟ حصل رولينج ابورد في نفس الاتجاه، تمام؟ طيب لما يحصل رولينج ابورد كده واتحركت، هتلاقيها يعني دي طلعت لفوق شويه، هتلاقي اخر الرينج معاك واقف هنا. طب ما انت ممكن تجيب الرينج بتاع الابدكشن لحد 180، ايه اللي بيخليك تكمل؟ انا حصل عندك حصل حاجه اسمها الجلايدنج، تمام؟ فالجلايدنج سحبت الراس دي لتحت شويه فكمل معاك الرولينج لفوق تاني، تمام؟ فالاكسسوري موفمنت ديت مهمه عشان تعرف تجيب النورمال فور رينج اوف موشن، تمام؟ طيب قال لك ان الاكسسوري موفمنت ديت مش فولنتري زيها زي يعني الاوستوكينيماتيك ديت، تمام؟ ديت فولنتري اقدر اعملها، انا بعمل ابدكشن فليكشن اكستنشن، حاجه انا بتحكم فيها. اما الاكسسوار موفمنت اللي هي الجلايدنج السلايد والرولينج والسبين، دي حاجات ايه ان فولنتري، تمام؟ دي بتحصل لوحدها، تمام؟ طيب ايه الكومبوننت موشن؟ الكومبوننت موشن ديت حركات، تمام؟ زي ما نقول ايه، بتحصل لوحدها عشان تكمل حركه انا عاوزها. يعني مثلا بعمل فليكشن، تمام؟ فنفترض ان انا ايه بعمل فليكشن في الشولدر، او زي ما هو جايبها في المشهد، يعني قال لك ان هو الابورد روتيشن اوف السكابيولا، تمام؟ بيحصل اثناء الشولدر فليكشن. انت مش متحكم، انت مش يعني مش انت اللي قلت ان انا عاوز اعمل ابورد روتيشن في السكابيولا عشان اقدر اكمل الفليكشن الشولدر فليكشن، لا انت عاوز تعمل شولدر فليكشن، دي الفولنتري موفمنت اللي انت عاوز تعملها، تمام؟ فانت بتعمل الشولدر فليكشن وخلاص، اديك رفعت دراعك، اللي بيخليك تكمل رفع دراعك الابورد روتيشن في السكابيولا. طب انت اتحكمت في الابورد روتيشن في السكابيولا ولا هو حصل كده اوتوماتيك؟ تمام، هو حصل اوتوماتيك، فبالتالي ده انا بسميها ايه كومبوننت موشن، تمام؟ طيب الجوينت بلاي، الجوينت بلاي ده على فكره هو نفس الاكسسوري موفمنت، بس الفكره ان الجوينت بلاي ده ما بيحصلش، او ايه زي ما نقول ايه، ما بيحصلش اثناء انت ما انت بتعمل الحركه. يعني ده ايه بيحصل؟ باسفلي بيحصل بواسطه ايه؟ بواسطه السيرفست، هو اللي بيلعب بالجوينت، تمام؟ فده بسميه ايه جوينت بلاي، تمام؟ اما الاكسسوري موفمنت دي بتحصل اثناء الحركات الاكتف، تمام؟ اللي هي زي فليكشن اكستنشن انت بتعملها، فبالتالي بيحصل اكسسوري موفمنت واصلها عشان تكملها. اما جوينت بلاي ده ايه بيحصل؟ ايه بيحصل؟ passively not perform actively، تمام؟ هي نفس الحركات بتحصل وزن الجوينت و determined by joint capsule laxity، بيبقى في الكبسول بتبقى مسترخية، وزي ما قلنا هو passively وما بيحصلش اثناء الحركة الاكتف، تمام؟ طيب ترمينولوجي برضو تاني، عندك الارثوكينيماتيك. الارثوكينيماتيك هي جدعان الاكسسوري موفمنت، هي الحركات اللي بتحصل عند السيرفيس اوف الجوينت. هما احنا كنا عارفين ثلاثة منهم اللي هما الرول والسلايد والسبين، اضاف لنا اتنين اللي هي الكمبريشر والديستراكشن، تمام؟ طيب المصطلح اللي بعد كده عندنا اللي هو الماسل انرجي. طيب الماسل انرجي ده ببساطة ان انت عندك شوية ديب ماسل، تمام؟ ده على حسب ما انا فاهم في النقطة ديت، لان هي نقطة عكة صراحة، بس نقول اللي فاهمينه، تمام؟ انت عندك شوية ديب ماسل موجودين قريبين من الجوينت. الديب ماسل ديت خط العمل بتاعهم نفس العمل بتاع العضلة اللي انت عايز تعملها assessment او اللي عايز تعملها mobilization او ايا يكون، تمام؟ طيب العضلات ديت بيحصل ليها contraction، بتت contraction عشان تعمل لك desired motion او تساعد في desired accessory motion، تمام؟ ده هو حتة الماسل انرجي ديت. وعندنا الثرست، الثرست او الترقعة دي مختصة بالمانيبيوليشن يا جدعان.
المانيبيوليشن ديت زي ما قلنا، او الثرست ده بيبقى هاي فيلوسيتي او شورت امبليتود موشن، حركه بتحصل او بتعملها انت بسرعه فائقه بحيث ان البيشنت ما يقدرش يعملها بريفنت. لو هو حب ان هو مثلا انت بتعمل مانيبيوليشن مثلا، فلنفترض لي الشولدر جوينت وحبيت تعمل ثرست، بتحركه هاي فيلوسيتي وشورت امبليتود، و يعني تراعي ان البيشنت لو حاب يوقفك مش هيقدر. تمام. طيب، وهي دي اصلا النقطه زي ما اقول لك، هو تحت التكنيك ذات ار بيوند سكوب اوف اور براكتس، يعني التكنيكات بتاعتها اللي هنتكلم فيها شويه قدام. تمام. بعدين عندنا برضه في الترمينولوجي الكونكيف والكونفكس. الكونكيف زي ما احنا عارفين اللي هو المقعد ده للداخل يعني. تمام. وهي الكونفكس اللي هو المحدب. تمام. اللي هو الخارجي اللي هو كونكيف اللي هو راوندد ان مور، والكونفكس راوندد اوت وور. تمام. بدل عندي جوينت شيب، الجوينت شيب عندي والارثوكينيماتيك. الارثوكينيماتيك تمام، عندي خمسة ارثوكينيماتيك، الرول والسلايد والسبين، دول احنا عارفينهم. والضفة عندنا اتنين جداد اللي هم كومبريشن والديستراكشن. على فكرة كومبريشن والديستراكشن برضه مفهوم بسيط ان شاء الله. طيب، الثري كومبوننت اوف الجوينت موبيلايزيشن بنحتاجهم اكتر حاجه في الجوينت موبيلايزيشن هم الرول والسلايد والسبن. على فكره بنحتاج اكتر حاجه اللي هو الرول والسلايد. تمام. طيب، الجوينت موشن يوجوالي اوف انفولف كومبينيشن اوف رولينج وسلايد والسبن، يعني انت بتعمل موبيلايزيشن للجوينت عاده بتستخدم الحاجات دي. هنبدا بقى نعرف الرول والسلايد والجلايد. زي ما انتوا عارفين الرول طبعا زي ما احنا عارفين ان انت بتضحرك على حاجة، يعني مثلا انت ايه عندك كورة او هيد في عظمة معينة نزلت في الكافيتي بتاعتها، فانت لما بتيجي تضحرك الهيد ديت تمام بتعملها رول على الكافيتي ديت، فانت بتعمل الحركة اللي هي الارثوكينيماتيك الرول. بمعنى اصح ان انت بتحرك سيريس اوف البوينتس على سيريس اوف بوينت تانية، يعني مجموعة من النقاط بتحركها على مجموعة من النقاط. بس هو ده التفسير بتاعها. نفس الكلام لسبن يا جدعان، احنا عارفينه طبعا ان انت بتحرك بوينت على بوينت. تمام. والسلايد بتحرك مجموعه او نقطه على مجموعه من النقاط، يعني انت بتعمل سلايد لنقطه معينه او وان بوينت بتحركها على مجموعه من النقاط. تمام. طيب، هنا في علاقه برضو بيقول لك ايه ما بين الرولينج والسلايد اوف الجوينت. تمام. العلاقة ديت بتقول لك ايه، ان انت كل ما يكون السيرفس اوف الجوينت كونجرنت، كونجرنت يعني معناها متقاربين من بعض، يعني انا عندي تو سيرفس اوف جوينت زي كده مثلا، ادي دي هيد مثلا في عظمة معينة. تمام. وادي ايه السيرفس اوف الجوينت بتاعها، وادي نفس الهيد. تمام. وادي السيرفس اوف الجوينت بتاعها. شايف المسافة دي؟ شايف الفرق ده ان هما متلاصقين او قريبين من بعض، اسمه كونجرنت. كونجرنت يعني متلاصق او مترابط مع بعض او استابيليتي اكتر. تمام. اما ان كونجرنت ان هما متباعد. قال لك في حاله ان انت بتبقى كونجرنت فانت بتستخدم السلايدنج اكتر. طيب، في حاله ان انت ان كونجرنت يعني متباعد زي كده بتستخدم رولينج اكتر. دي الموجوده اللي هي ايه الرولينج سلايد او النقطه ديت. تمام. ده الشرح بتاعها. بعدين بنبدا نشرح الكومبريشن والديستراكشن. الكومبريشن دي ببساطه بجامل اسمها ضغط، يعني انت عندك مثلا ادي جوينت، نفس الكلام هو على فكره حاجه بسيطه يا جدعان ما تصعبهاش على نفسكم. تمام. انا عندي جوينت تمام، فانا بطبق عليه قوه من فوق قوه من تحت مثلا او قوه من فوق بس، فبالتالي بيتضغط على بعض المسافه دي بتقل، فبالتالي انا اسمها عملت ايه كومبريشن. تمام. اللي هو زي ما قال لك هنا ديكريز ان سبيس بتوين التو جوينت سيرفيس، بيديني ستابيليتي اكتر. تمام. بيقول لك نورمال اكشن او يعني ريكشن عادي نتيجه ان مصر كونتراكشن. تمام. هو نفس الكلام زي ما قلناه. في منه نورمال اب نورمال. تمام. النورمال منه او الكومبريشن نورمال اللي هو العادي الطبيعي. تمام. ده بيقول لك ان هو مينتين الكارتريج هيلث ومينتين السينوفيال فلويد التوزيع بتاعه. تمام. فده مفيد للجوينت. اما الاب نورمال هاي كومبريشن ان انت بتحط لود زياده على الجوينت فبيضغط على بعضه. تمام. ده بيسبب لك لتدمير الجوينت اصلا او تدمير للارتيكولار كارترج. تمام. بعدين عندي الديستراكشن. الديستراكشن هو التباعد، بتبعد الجوينت عن بعضه، يعني الجوينت كده فانت بتبعده عن بعضه، فانت كده عملت ايه، عملت انكريز السبيس بتوين التو جوينت سيرفيس. تمام. وعادة بنستخدمها احنا كسيرفيس في الموبيلايزيشن، احنا بنحاول نبعد التو سيرفيس عن بعض عشان نعمل
او نلعب في وضع الجوينت بحيث نرجعه للوضع الاصلي. يعني انت واحد عنده ليميتيشن في الموشن، فانت بتعمل ديستراكشن عشان تعرف تعمل جوينت بلاي عشان ايه تهلب هيم في اللي هو ينكريز الرينج اوف موشن. تمام. طيب بعدين عندي الكونكيف كونفكس رول. طيب احنا عاوزين نفهم الكونكيف كونفكس رول. الكونكيف كونفكس رول ديت برضو بتساعدني عشان احدد الرول والسلايد اللي انا هعملها اثناء الموبيلايزيشن تكنيك. تمام. هنا عندي حالتين، يا اما انا بحرك جزء كونفكس على كونكيف، او بحرك جزء كونكيف على كونفكس. طيب لو بحرك جزء كونكيف على كونفكس، تمام، فبالتالي انت هتعمل الرول والسلايد في نفس الاتجاه، دي ما تقلقش منها، دي سهله خالص. تمام. اما اللي هو يتحرك كونفكس على كونكيف، فهم كونفكس على كونكيف كده هتضطر تغير في الموضوع، هتحرك وهتعمل رول في نفس الاتجاه بتاع الحركه اللي انت عاوزه، والسلايد في عكس الاتجاه. تمام. نقولهم تاني. تمام. يا او هديك مثال، انت عندك شولدر جوينت، تمام، ببساطه ادي عندك السكابيولا، ادي الجلونويد كافيتي، تمام، واخد شكل الكونكيف، تمام، وادي ايه الهيد اوف هيومرس واخده شكل الكونفكس. تمام. فانت ببساطه لو حركت الهيد اوف هيومرس، تمام، واللي هو فعاده انت اللي هتحركها، تمام، هي اللي بتتحرك، هتحرك كونفكس على كونكيف، ففي الحاله ديت الرول والسلايد في عكس الاتجاه. تمام. اللي هو زي مثلا زي النيجوينت بيدعم ان تتحرك كونفكس على كونكيف او كونكيف على كونفكس. فمثلا عندك الفيمر بون دي بتعتبر كونفكس، تمام، اما التيبيا بون دي بتعتبر كونكيف. فانت لو جيت مثلا حركت التيبيا بون على الفيمر بون كمثلا البو كقصدي ني اكستنشن، فبالتالي انت هيحصل عندك رول والسلايد في نفس الاتجاه لان انت حركت كونكيف على كونفكس. تمام. اتمنى تكون فهمتها بالمثالين دول، وهي قاعده سهله اصلا احنا واخدينها في الكلاسيولوجي. تمام. نفس الكلام اهو التكمله بتاعتها. بعدين دخلنا في الديفينيشن بتاع الموبيلايزيشن. الموبيلايزيشن ده قال لك ان هي باسيف موفمنت تكنيك بتحصل بواسطه الثيرابيست عشان تعالج جوينت ديسفانكشن، خطب في الجوينت. تمام. طيب قال لك هنا الموبيلايزيشن دوت ثيرابيوتيك اكسرسايز سيستم ار بيست اندرستود، ممكن برضه تعتبره ايه مساج مع موفمنت. الموبيلايزيشن ده بيبقى ايزي شيب سيف، يعني بيديلك فوائد، ايه المزايا اللي تخليك تعمل موبيلايزيشن. تمام. يعني اللي هو بيقول لك ان هو رخيص وسهل وافكتيف ومش عارف ايه. تمام. قال لك ان هي بتتريت البين موب بروبلم وبتريت الجوينت ديسفانكشن. اهم حاجه تعرف ان الموبيلايزيشن ده بيعالج ايه، بيعالج جوينت ديسفانكشن وبيعالج البين او بيخفف البين. تمام. طيب ايه جوينت موبيلايزيشن برضو تاني؟ هو قال لك ان هو مانوال ثيرابي تكنيك. تمام. طب مانوال ثيرابي تكنيك بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في موديليت البين، ان انا اتحكم في البين، اقلل البين. تمام. انكريز رينج اوف موشن، لو واحد عنده ديسفانكشن في الجوينت او عنده ديستراكشن في الجوينت او حاجه منعاه ان هو يعمل رينج اوف موشن، فانت بتساعده بالموبيلايزيشن. تمام. برضو لو واحد عنده ديسفانكشن في الجوينت عامله له ليميت اوف رينج اوف موشن، زي ما قلنا برضو ايه بنساعده بالموضوع ده. قال لك في عندي شويه فاكتور بتالتر، تمام، الجوينت ميكانيزم. تمام. بتالتر يعني بتعيق او بتغير في الميكانيزم بتاع الجوينت. تمام. زي مثلا البين او المصر جاردنج، زي مثلا هايبو موبيليتي قله حركه في الجوينت، زي جوينت فيوجن، زي كونتراكشنز والالدهيجن، تمام، الساقات وحاجات زي كده في الجوينت كبسول، وكمان لو الليجامنت نفسها فيها طايت، الحاجات دي بتأثر على الميكانيكس بتاعة الجوينت. برضو لو حصل سبلكسيشن، ده سبلكسيشن اللي هو خلع في الجوينت نفسه، تمام، زي مثلا خلع الكتف، الحاجات دي بتأثر على الميكانيزم بتاع الجوينت. بقى تاني برضو بعرف لي يا جدعان الموبيلايزيشن، زي ما قلنا الموبيلايزيشن ده بس في موفمنت بيساعد على كيز رينج اوف موشن ديكريز البين. تمام. بتطبقه على الجوينت، تمام، وسوفت تيشو بفاليد سبيد، يعني سرعه مختلفه على حسب المكان، وبيديني فيسيولوجيكال افكت او فيسيولوجيكال موشن. تمام. الفورس بتطبقها لايت. ركزوا في الحته ديت، دي الفرق ما بين المانيبيوليشن والموبيلايزيشن. تمام. فاكرين المانيبيوليشن اللي قلت لكم ان هو هو الثراست؟ تمام. قال لك ان الموبيلايزيشن ده بطبق فيه فورس خفيفه، اما المانيبيوليشن فاكرين لما قلت لكم ان انت بتعمله بسرعه، ده بتطبق في ايه فورس قويه بحيث ان البيشنت ما يقدرش يوقفك. تمام.
اما الموبلايزيشن، الموبلايزيشن البيشنت يقدر يوقفك عادي، لان يعني انت بتطبق ايه فورس خفيفه، تمام. اما المانيبيوليشن انت بتطبق فورس فور ستراست بحيث ان البيشنت ما يقدرش يوقفك، تمام. انت البيشنت مش هيقدر يعملك كنترول، تمام. ده الفرق ما بين الاثنين. برضه التمنولوجي تاني، عندي حاجه اسمها او تقسيمه للموبلايزيشن سيلف موبلايزيشن وموبلايزيشن ويز موفمنت، تمام. طيب ايه السيلف موبلايزيشن؟ السيلف موبلايزيشن ده ان انت بتعمل سيلف ستريتش، تمام، او بتعمل ستريتش تكنيك عشان تسبب جوينت تراكشن او جلايدنج، تمام، عشان تعمل ايه او تزود الرينج اوف موشن بتاع الجوينت ده، تمام. يبقى تاني السيلف موبلايزيشن ده سيلف ستريتش تكنيك انت بتعمله باستخدام الجوينت تراكشن او الجلايد، تمام، فبالتالي بيأثر لك على الجوينت كبسول، فبالتالي بيزود لك الرينج اوف موشن بتاعك. اما الموبلايزيشن اوف موفمنت ده انت بتعمل ابلكيشن اوف سستنايد اكسسوري موبلايزيشن بتطبقه بواسطه او بيحصل بواسطه مين؟ بواسطه فيزيشن او كلينيكيان او اللي هو فيزيكال ثيرابي، تمام، وبيطبقه على بيشن. طيب ابلايد ان بين فري دايركشن يعني بتطبقه في الاتجاه اللي مش بيسبب الم، يعني بتشوف الاتجاه اللي في الجوينت اللي مش بيسبب الم وتعمل فيه الموبلايزيشن ويز موفمنت ده. هنا بعدين بالافكت او بنتكلم عن التاثيرات بتاعه الموبلايزيشن، عندي نيورو فيسيولوجيكال افكت وعندي نوتريشنال افكت وميكانيكال افكت، تمام. النيورو فيسيولوجيكال افكت دوت ان هو بيقلل البين. طب بيقلل البين ازاي؟ بان هو بيعمل ستيميوليشن الميكانو ريسبتورز اللي هي بتروح للدماغ وتقلل البين، تمام. الميكانو ريسبتورز دي بتبقى موجوده في الجوينت، تمام، او بتبقى موجوده مثلا حوالين العضلات وكده. طيب كمان لو في عندك مصر سبازم، تمام، دي بيقللها، تمام. لو عندك برضو بيقول لك انكريز يا جدعان، انكريز للاويرنس اوف البوزيشن، تمام، والموشن بيكوز افرنت نيرف امبولسز، تمام. لو يعني انت عندك كان ستيفنس اوف الجوينت لك فتره ما بتحركوش، فبالتالي انا عملت لك موبلايزيشن، فبالتالي انت حاسس او عندك وعي بالبوزيشن الموجود في الجوينت ده، تمام. نتيجه لايه؟ نتيجه للنيرف امبولسز اللي اتحركت من المكان ده راحت للبرين. بعدين عندي النيوتريشنال افكت او الافكت الغذائي بترجمه حرفيه، تمام. لما انت تيجي تعمل ديستراكشن او سمول جلايدنج موفمنت، فبالتالي انت بتحرك سينوفيري فيوت، السينوفيري فيوت يتحرك او بينقل النيوتريشن، تمام، من الاوعيه الدمويه للكارتريج. الكارتريج ده ما بيبقاش فيه اوعيه دمويه، الاوعيه الدمويه دي موجوده في مين؟ موجوده في البون يا جدعان. فبالتالي الكارتريج ده بياخد النيوتريشن بتاعته منين؟ من خلال السينوفيري فلويد والحاجات دي بينتقلها، تمام. اهو زي ما اقول لك اهو موفمنت كان امبروف النيوتريشن اكستنش، ان انت بتنقل النيوتريشن دي تو جوينت سويلنج او الاموبيلايزيشن. في حاله الاموبيلايزيشن انت مش بتحرك الجوينت، فلما بتيجي الاموبيلايزيشن يعني واحد اتكسر يا جدعان او واحد قاعد مثبت الجوينت في وضع طويل، فالكارترج ده او السينوفير فيوز فمش بيتحرك، فبالتالي الكارترج مش متغذي. اما تيجي انت تعمل له موبلايزيشن فانت بتحرك ايه؟ السينوفير فيوز، فبالتالي بيحصل نيوتريشن اكستشينج، تمام. ولو واحد كان عنده جوينت سويلنج اللي هو تورم في الجوينت نفس الكلام. الميكانيكال افكت، الميكانيكال افكت ان انت بتزود الرينج اوف موشن، تمام، بتزود الاكستنسبيليتي، بتزود الاسترينث اوف الارتيكولار تيشو، تمام. في حالات برضو الهايبر موبيليتي برضو بتمبروف الموبيليتي، بتزود الموبيليتي، تمام، نتيجة ان انت مثلا كان عندك الدهيجن او كان عندك ثيكنت كونكتيف تيشو سبب لك الموبيليزيشن دي، تمام. في قال لك ان برضو اثناء الموبيليزيشن بتاعك اللي انت بتعمله في ممكن يصاحب عندك كراكنج نويز اللي هو صوت ترقع، تمام. الانديكيشن، الانديكيشن ايه هي؟ اللي هي الحاجات اللي انا بعمل معاها الموبيليزيشن، زي مثلا عندك موجود بين ماسل سباز، ما عندك ماسل جاردنينج، وقال لك ان انت لما بتعمل تريت بواسطه الموبيليزيشن ديت فبيدي لك نيورو فيسيولوجيكال افكت اللي احنا لسه كنا متكلمين عليها والميكانيكال افكت. هنا هيبدا يشرح تاني نيورو فيسيولوجيكال افكت، تمام، ان هي بتقلل البين، بتقلله ازاي؟ عن طريق الميكانو ريسبتورز زي ما قلنا اللي هي بتروح للسبينال كورد او البينير، فبالتالي ايه؟ بتقلل الليفل اوف البين، تمام. الميكانيكال افكت زي ما قلنا الجلايدنج او الدستركشن اللي بتعمله انت بيزود او بيعمل او بيسبب او يعمل كوزنج للسانيفل فلويد موشن، فبالتالي بيسمح بحركه النيوتريشن وكمان بيزود الرينج اوف موشن لما بتعمل موبلايزيشن، تمام.
في عندي ايه ريفيرسيبل جوينت هاي موبيليتي. تمام، هو بيشرح في الحاجات اللي كان لسه قايلها من شويه. تمام، لما يبقى عندك جوينت فيه هاي موبيليتي لما انت تعالجه، تمام، وتقدر تعالجه، فبالتالي ايه بتزود الموبيليتي اللي فيه، تمام، نتيجة ان انت عالجت الليجامنت والكونكتيف تيشو اللي محوطينه وعالجت الكبسول. تمام، السبلكسيشن، تمام، والبوزيشن فولتس. السبلكسيشن دوت اللي هو الخلع، والفولتس بوزيشننج اللي هي اوضاع الخلع اللي انت بتقعد فيها. لكن الولايزيشن موفمنت هو عاده اللي بيعالج الحاجات زي كده. تمام، البروجريسيف ليميتيشن اللي هو الحد من الحركه النامي. يعني ما انت مثلا دلوقتي انا مثلا مش بقدر اعمل فليكشن لحد 70%، تمام، بعدين ما بقدرش اعمل فليكشن لحد 50، ما بقدرش اعمل فليكشن لحد 30، الليميتيشن بيكبر كل شويه بروجريسيف. تمام، طيب الديزيز ديت بعالجها ازاي؟ بعالجها برضو بالموبيلايزيشن. تمام، لكن انت ايه البروجريسيف ليميت ديت اوف جوينت بلاي كان بي تريتد ويز الجوينت بلاي تكنيك. تمام، اللي هي الموبيلايزيشن. بتكلم معايا عن الفانكشنال اموبيليتي. تمام، لو في عندك انت مش قادر تتحرك او في حاجه بتمنع ان انت تعمل موبيلايزيشن بواسطه الحركه، تمام، فانت الوضع ده في اموبيلايزيشن. تمام، في اموبيلايزيشن، فانت برضو مش قادر تتحركه. طب ازاي تمنع ان يحصل عندك ريستراكشن او يحصل عندك ديجريشن او يحصل عندك ريستريكشن للرينج اوف موشن بعد ما يخف الراجل ده؟ ان انت هتفضل تعمل له ايه، جلايدنج او ديستراكشن بس نوت ستريتش. تمام، يعني جلايدنج في نفس المكان، يعني انت مش هتعمل موشن. تمام، لا، انت تعمل جلايدنج وديستراكشن بس. تمام، ليه؟ عشان انت بس تحافظ على الجوينت بلاي وتمنع ان يحصل عندك ريستريكتنج افكت اوف الموبيليتي. تمام، يحصل يعني بعد ما الراجل ده يصبح ان هو قادر او هو مثلا في وضع مش هيسمح له ان هو يحرك اللم بتاعته، مثلا هو متجبس او ايا يكن. تمام، فهو عامل امبوليزيشن انت بس عشان ما يحصلش ريستراكشن بعد ما يخف، فانت بتعمل له ايه زي ما قلنا موبيلايزيشن بس نوت ستريتش. انت مش بتحرك الدراع ومش بتحرك اللم ده، انت بس بتعمل جلايدنج او ديستراكشن من غير ما تعمل ستريتش. تمام، هنا بعدين الكونترا انديكيشن. الكونترا انديكيشن هي الحالات اللي ما ينفعش نعمل معاها الحاجات دي. تمام، زي مثلا لو عندك انفلاماتوري ارثرايتس، تمام، اللي هو التهابات في الجوينت، مالجنانسي، تمام، عندك تيوبركلوزس، عندك اوستيوبروسس اللي هي نقر في العظام او هشاشه، عندك ليجمنت سرابشر، تمام، اللي هو قطع في الليجامنت، تمام، عندك بون ديزيز، امراض العظام، بون فراكشر، كسر العظم والحاجات دي، فاسكولار ديزوردرز، عندك غير انتظام في الاوعيه الدمويه، وجوينت فيوجن. يعني بص على بصه سريعه على الحاجات دي. الابريكيشن اللي هي الحاجات اللي انا اقدر اعمل معاها بس بحذر، تمام، زي حاله البريجنسي اللي هي حاله الحمل، توتال جوينت ريبليسمنت، عندك سيفير سكوليوزس، لو حد عنده سكوليوزس برضه عادي تعمل معاه الموبيلايزيشن، عندك بور جنرال هيلث وبيشنت انابيليتي تو ريلاكس، البيشنت برضه لو مش قادر ان هو يرتاح برضه ممكن تعمل معاه ايه الموبيلايزيشن بس بحذر. اما الاستيو ارثرايتس، الاستيو ارثرايتس ديت اصلا معناها هشاشه العظام، وهو في السلايد اللي قبلها قايل لك الاستيو بروزس اللي هي هشاشه العظام ما ينفعش تعمل معاها. طب ازاي تقول لي الاستيو ارثرايتس هنا؟ فمش عارف. بعد كده بنتكلم في كونديشن او حالات بتستدعي انك تتعامل معاها بحرص شديد، تمام، حرص خالص، زي مثلا المالجنانسي اللي هي الاورام الخبيثه، تمام، لو حد عنده اورام خبيث، البون ديزيز وتبقى يبقى ظاهر اصلا في الاكس راي، والانهيلد فراكشر لو حد عنده ايه فراكشر انهيلد. تمام، بعدين بنتكلم عن جوينت بوزيشن. عندنا ثلاثه جوينت بوزيشن، حاجه اسمها ريستنج بوزيشن واللوز باك بوزيشن او الاوبن باك بوزيشن والكلوز باك بوزيشن. تمام، طيب الريستنج بوزيشن ده اللي هو الجوينت مرتاح فيه خالص والعضلات مرتاحه والليجمنت مرتاحه خالص كله ريلاكسد، فبالتالي الجوينت بلاي بيبقى ماكسيمم، بتقدر تلعب في الجوينت براحتك، تحركه يمين في شمال، مفيش اي مقاومه. تمام، وقال لك الايفالويشن او التريتمنت، تمام، اللي بيحصل بواسطه الموبيلايزيشن بيبقى اقصى حاجه وبتستفيد منه اكتر حاجه. تمام، ويز الهاب موبيلي جوينت. بعدين عندي اللوز باك بوزيشن. اللوز باك بوزيشن ده عاده بيبقى في اللي هو الميد رينج اوف البوزيشن اوف الشاينت. تمام، ده بيبقى ارتكريشن سيرفيس ار ماكسيمال سيبريتد، بتبقى مفصوله عن بعض، والجوينت عنده جريست اماونت اوف جوينت بلاي، نفس حاله الريستنج،
وبيبقى عندي ايه، عندي برضو او الجوينت ده او الوضع ده او اللوز باك بوزيشن ده بستخدمه في امبوليزيشن زي الريستنج بوزيشن. تمام، الكلوز باك بوزيشن ده وضع لا انصح بيه، او اصلا الوضع ده ما تنفعش انت تعمل منه موبيلايزيشن. تمام، لان الجوينت بيبقى شبه لوكد، هو مقفول لوكد جوينت، فبالتالي ما فيش اكسسوار موفمنت مسموحه، الجوينت سيرفيس مقربه على بعض حصل فيها كومبريشن. تمام، فبالتالي انت مش هتقدر تعمل موبيلايزيشن فيها. تمام، الجنرال رول هي القاعده عامه تاخدها، بيقول لك ان انت ايه الكلوز باك بوزيشن ده اكستريم اوف جوينت موشن، ما فيهوش جوينت موشن، والميد رينج بوزيشن ده بيبقى اللوز باك بوزيشن. طيب يا شباب احنا هنوقف معاكم لحد الجوينت بوزيشنز ديت. تمام، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الجزئيه دي من المحاضره، ويا رب اكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم على خير.